ازيكم في الدرس الثالث من كورس التسويق بالعمولة، والنهاردة هنتكلم عن تسعير المنتجات، خطوة من أهم الخطوات في مجال التسويق بالعمولة. لو سعرت صح تقدر تكسب، ولو سعرت غلط للأسف بنسبة كبيرة هتطلع خسران في المجال. هسيب لك شيت اكسل هنستخدمه في الدرس ده، هسيبه لك في وصف الفيديو. هنبدأ نروح نفتح الشيت أو نفتح اللينك اللي هسيبه لك، بعد كده تضغط على ملف من هنا، وبعد كده تضغط على تنزيل وتختار مايكروسوفت اكسل من هنا. هيبدأ ينزل معاك الشيت بالشكل ده. لو عندك اكسل على الجهاز بتاعك هتفتح، طب لو ما عندكش اكسل هتبدأ تفتح جوجل عادي، وتيجي هنا من عند التسع نقاط دول وتنزل تختار درايف من هنا، او ممكن تختار شيتس من هنا وتبدأ ترفع الشيت بتاعك. ممكن نختار درايف الاول. هيبدأ يفتح معانا جوجل درايف بالشكل ده. هنبدأ نسحب الشيت من هنا كده ونحطه في المنطقة دي، هيبدأ يرفع معانا الشيت. او ممكن نيجي من هنا كده نضغط على جديد وتحميل ملف، ونبدأ نحمل الشيت ده على جوجل درايف بتاعنا. بعد كده نيجي نفتح الشيت اللي حملناه، هتلاقيني طبعا مغير لك الاسم هنا باسم تسعير المنتجات. هنبدأ نضغط عليه ضغطتين كده، هيبدأ يفتح معانا في الاكسل الاونلاين على جوجل. طبعا هتقدر تعدل عليه وتبدأ تشتغل عليه. انا هشتغل على اكسل عندي على الكمبيوتر عادي، هطبق معاك عشان الصورة تبقى واضحة قدامك بالشكل ده. خلينا نبدأ هنا كده اول حاجة باسم المنتج بتاعنا. بنبدأ نكتب اسم المنتج في الفيلد ده او الحقل ده، وممكن تعدي الخطوة دي مفيش اي مشاكل. انا ممكن اسميه مثلا ساعة. هنا بقى بنبدأ نشتغل على نظام الافليت او سيستم الافليت بتاعنا. بنبدأ نشوف سعر المنتج فيه كام. هنا في الأول بتبدأ تكتب سعر المنتج بدون العمولة، أو سعر المنتج نفسه بدون عمولتك أنت. خلينا نشوف المنتج ده كده على تاجر، هنطبق بس مجرد المرة دي على تاجر كده. فهيظهر لي هنا إن سعر المنتج 200 جنيه، هيظهر لي هنا إن سعر المنتج 200 جنيه وربحك 30 جنيه، يعني سعر المنتج دلوقتي المفروض إنه 170 جنيه. هنبدأ هنا كده ونيجي ونكتب 170، نبدأ نضغط على الحقل كده ونكتب 170. بعد كده بنبدأ نكتب سعر البيع بالشحن، وسعر البيع هنا شامل سعر المنتج وعمولتك والشحن التلاتة مع بعض. طيب المنتج ده مثلا ب 200 جنيه، وخلينا نقول ان سعر الشحن هنا خلينا نقول مثلا 240 جنيه. طبعا العمولة هنا نقدر نعليها بعد كده، وهنتعلم دلوقتي المفروض نعمل ايه في العمولة دي، لان 30 جنيه شوية مثلا. فهنيجي هنا نبدأ نكتب 200 وسعر الشحن 40، خلينا نقول 240 جنيه. هنا هيقول لك ان ربحك هو 70، بس ده طبعا الربح قبل خصم سعر الشحن. هنيجي نعدل هنا كده سعر الشحن بالمنصة، قلنا 40 جنيه مثلا، فهيجي هنا يقول لي ربحك بعد الشحن في القطعة الواحدة 30 جنيه، ومتوسط سعر الاوردر 240، لاننا قلنا هنبيع بسعر 240 شامل مصاريف الشحن. بعد كده بننزل على عدد الاوردرات المستهدف، هنكتبها 100 عشان تبان معانا نسبة التسليمات كويس. بعد كده بنبدأ نكتب هنا نسبة التسليمات، وهنا 6 من 10 معناها 60%. طب لو 70% هنبدأ نكتب 7 من 10، هنكتب دوت 7 نقطة كده و7، او نعدل رقم 7 قبل الدوت كده، يعني نيجي هنا كده نعدل 6 مثلا او نمسح ونكتب 5، اللي هي النسبة نكتب دوت 5 من 10، يعني نسبة التسليمات هنا كده 50%. طبعا نسبة التسليمات بتختلف من منصة للتانية، وبتختلف من بلد للتانية، وبتختلف من منتج للتاني. لو ما تعرفش نسبة تسليماتك فهتكتبها 50% عادي. وصلت 70% فانت كسبت كويس، نزلت عن كده فهتنزل مثلا لحد 40% فمش هتضرك كتير. او انك انت تسأل في سيستم الافليت اللي انت تشتغل فيه عن نسبة تسليمات المنتج ده، او نسبة التسليمات بشكل عام في المنصة. خليني مثلا اقول لك ان نسبة تسليمات الحذاء ده ممكن اعملها 60% دوت 6 بالشكل ده. الاوردرات اللي هتتسلم من ال 100 اوردر هم 60 عشان النسبه 60%. هنا طبعا بيديني صافي المبيعات وصافي الربح بالشكل ده. طيب هنا بقى الشغل كله في المنطقه دي، متوسط تكلفه الاوردر، الشغل كله في المنطقه دي كده. طيب متوسط تكلفه الاوردر دي بتيجي كذا طريقه، يا من واقع خبرتك في المجال فعارف ان الاحذيه سعر الاوردر اللي هتجيبه من الاعلانات هيطلع رقم معين، يا اما هتسال زمايلك اللي شغالين في نفس الكاتيجوري او التصنيف ده او الاندستري دي، يا اما هتبدا تسال على سيستم الافيليت عن متوسط تكلفه الاوردر. بنجيبها طبعا من الاعلانات، يعني عندي حمله اعلانيه زي دي فيها مثلا هنا بيرشيز، حمله كونفرجن، ففيها 71 عمليه شراء هنا، وسعر عمليه الشراء الواحده الكوست بير ريزلت هنا او الكوست بير بيرشيز هتبقى حوالي 8 جنيه، هنا طبعا 15 وهنا 12، فبتختلف من منتج للتاني، بتختلف من ادست للتاني، بتختلف من وقت للتاني. لو انا مثلا عامل ادست واحد فهاخد الرقم اللي مديهولي الادست ده. طب لو انا عندي ثلاثه مثلا، ثلاثه ادست او ثلاث حملات شغالين عادي، ف
فهروح افتح الاله الحاسبه وابدا اكتب الارقام دي واقسمها على الرقم بتاعها. يعني هكتب دلوقتي خلينا نقول 15 ونص زائد 12 وربع زائد 8 هيطلع عندي 35، هقسم على الثلاثه على ثلاث حملات هيديني المتوسط بتاعي حوالي 11.9 يعني 12 جنيه. طيب لو عندي اربع حملات هقسم على اربعه، لو عندي خمسه هقسم على خمسه، ده هاخد المتوسط. طب لو عندي كامبين واحده او حمله واحده هقسم على واحد او اخد الرقم نفسه يعني. طيب انا هنا المتوسط بتاعي 12 جنيه، فهاجي في المنطقه دي كده واكتب 12 جنيه. هيبدا يقول لي دلوقتي انت هتكسب في حدود 600 جنيه بعد الاعلانات بعد كل ده، هتكسب في حدود 600 جنيه لو قدرت انك انت تجيب 100 اوردر تدخلهم لسيستم الافليت تسلم منهم 60 ومكسبك في الاوردر 30، فهتكسب بعد ده كله 600 جنيه. طيب كل طبعا ما بتقلل متوسط تكلفه الاوردر بيزيد ربحك. تخيل معايا مثلا ان انا عامل كامبين واحده اللي هي ب 8 جنيه دي، ورحت هنا قلت له متوسط تكلفه الاوردر 8 جنيه. هيقول لي دلوقتي انا ما كسبتش 600، انا كسبت 1000 جنيه، حلو كده؟ طيب ايه ايه الحاجه الثانيه اللي هتزود ارباحي؟ ان انا اعلي عمولتي، اعلي العموله بتاعتي، سعر المنتج بدون العموله 170. طيب سعر البيع بالشحن انا هقول مثلا ان انا الشحن 40 وعمولتي بدل ما هي 30 انا هزودها مثلا خلينا نقول ل 60 او 70 جنيه. انا هقول مثلا يبقى انا هزود مثلا 30 جنيه كمان، هقول ان سعر البيع بالشحن بقى 270 جنيه، يبقى انا دلوقتي كسبت كام؟ 100 جنيه ومنهم 40 شحن، يبقى انا كسبت 60 جنيه في القطعه الواحده. بعد نسبه التسليمات خلينا نقول ان هي 60% ومثلا هجيب تكلفه الاوردر ب 8 جنيه، انا دلوقتي ما بقتش كسبان 1000 جنيه، انا بقيت كسبان 2800، ليه؟ لاني عليت من العموله بتاعتي. فانت بتبدا تحسب هنا العموله بتاعتك ومتوسط سعر الاوردر اللي تقدر تجيبه تبقى كسبان. طيب تخيل معايا مثلا انا جبت متوسط سعر الاوردر 50 جنيه، هيقول لي هنا لا ده انت مش كسبان، انت خسران 1400 جنيه. طب لو جبت سعر متوسط الاوردر 60 جنيه هيبقى خسران 2400 جنيه، فدي نقطة مهمة جدا بحيث ان انت في الادز مانجر هنا لو عديت الرقم بتاع متوسط سعر الاوردر يبقى انت عارف ان انت دلوقتي بتخسر، فيا اما تبدا توقف الكامبين دي يا اما تعدل عليها، المهم هتبدا تعدل وتعمل تعديلاتك عشان تبدا تكسب. فخلينا تاني كده، يبقى احنا عندنا حاجتين اساسيتين بنشتغل عليهم او ثلاث حاجات بالترتيب: سعر هنا بدون عموله، سعر البيع بالشحن بالعموله بكل حاجه. بعد كده بنشتغل على نحط سعر بيع او سعر شحن المنصه، هيقول لي ربحي بعد الشحن كام، دي اول حاجه. بعد كده بحط له هنا نسبه التسليمات، واتفقنا يا اما بنجيبها من حد زميلنا شغال في المجال او في الاندستري بتاعت الملابس، الاندستري بتاعت الاكسسوارات، الساعات، السماعات، كل واحده منهم هتلاقي متوسط سعر اوردر مختلف. وبعد كده بنيجي على متوسط تكلفه الاوردر، بنبدا نحط الارقام بتاعتنا. تخيل معايا مثلا لو انا هاخد كل كامبين من دول هحط 8 15 و12، هاجي هنا اقول 8 هنا 15 وهنا 12، فهبدا اعرف ارباحي في كل كامبين من دول لو استمرت ونسبه التسليمات واحده وربحي في المنتج واحد هتبقى ارباحي قد ايه. وكان ده الدرس الثالث من كورس التسويق بالعموله اللي هتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو، ومع السلامه.